أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز حلق الشنب؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، جز الشوارب، ولا تترك تطول، ولكن حلقها نهائيا هذا مكروه، لأنه يشوه الوجه، فيقصها قصا ويجزها ويحفيها، هذا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب، ولم يقل احلقوا الشوارب، أن في حلقها تشويها للوجه. نعم، والعلماء يكرهون حلق الشوارب نهائيا، بل بعضهم يغلظ في هذا. نعم.